السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن نحن في مكان جديد وفيديو جديد أيضا. لاحظوا معي، عثرت على هذه الكهوف في أحد الجبال. لاحظوا معي هناك كهف صغير. لاحظوا هذه الصخرة، إنها مبنية بناء من الأشخاص القدامى. لاحظوا معي هذا المكان، إنه مكان مليء بالثقوب. ربما هنا كان نحل أو أي حشرة في هذا المكان. هذا المكان يا إخواني إنه مكان تكنيزي، لأن بعض الإشارات تدل على، لاحظوا معي هذه الإشارة، إنه رف، يعني مكان كانوا يضعون فيه أغراضهم الثمينة هنا في هذا الرف. وهذا كهف أيضا صغير، لاحظوا معي هنا يوجد جرن التأكيد على وجود كهف حقيقي، يعني كانوا يقطنونه أحد السكان القدامى. دائما أرشدكم وأنبئكم، عند دخول أي كهف لاحظوا على يمينك ستجد الجرن. إذا وجدت هذا الجرن فاعلم أن هذا المكان كانوا يقطنونه أحد السكان القدامى، ليس طبيعي. لاحظوا معي هنا بجانب هذا الكهف، هنا جرن حقيقي أيضا 100%. لاحظوا معي إلى هذا جرن، إنه جرن حقيقي. وينظر في هذا الاتجاه، ينظر إلى هذه الصخرة. لاحظوا معي مكان هذه الصخرة، بجانب هذه الصخرة أو في وسطها يوجد جرن أيضا. ينظر إلى هذا المكان، لاحظوا معي هذا الجرن، وهنا جرن رأس القلم، جرنين رأس القلم. يعني هذا المكان سنحاول البحث عن أي إشارة تدلنا على اقتراب من مكان الدفين. هنا أيضا توجد بعض الإشارات، لكنها هذا جرن. عندما ندخل إلى الكهف يوجد جرن على يمينك، لاحظ معي هذه الإشارة الأولى، جرن على يمينك. هنا لا يوجد أي جرن على اليسار، لاحظوا معي جيدا. في هذا المكان أيضا، في هذا الكهف لا يوجد أي جرن في هذا المكان، لاحظوا معي جيدا. ولكن عندما نكون على في المدخل على يميني يوجد جرن، يعني هذا المكان كانوا يقطنونه أحد السكان القدامى. والآن سنحاول استعمال كاشف المعادن في هذا المكان. لاحظوا معي هذا هو الجرن الذي كان ينظر إلى تلك الجرن مباشرة. لاحظوا معي جيدا، هذه الصخرة يوجد بها سيال. لاحظوا معي هذا السيال يصب في هذا المكان، يعني أسفل هذا، هذه الصخرة يصب إلى هنا. لاحظوا معي هنا يوجد به جرن حقيقي، وهنا بصمة رأس القلم. لاحظوا معي جيدا، يعني هذه الصخرة يوجد بها العديد من الإشارات. لاحظوا معي هذا جرن حقيقي، وهذا أيضا جرن مختبئ، الجرن المختبئ. لاحظوا معي سبحان الله كيف نبتت هذه النبتة في هذا الجرن. لاحظوا معي جرن، وهنا بصمة رأس القلم
أو زرنا رأس القلم. يعني هذه الصخرة أمام هذا الكهف، لاحظوا معي، واو، هنا زورنين، الزور الأول والزور الثاني، لاحظوا معي ينظران إلى هذه الصخرة بالضبط. واو، لاحظوا معي، لو لما كنت في هذا المكان لما رأيت هاتين الزورنين. لاحظوا معي هذا هنا الزورنين، لو كنت في مكان آخر لن تراهم، سأغير الكاميرا لكي تشاهد. هنا لن يظهر لك أي زور، هنا أيضا لن يظهر لك أي زور، ولكن إذا جئت إلى هذا المكان ترى أن الزورنين ينظرون إلينا. يعني هذه الصخرة فيها شك، وهذا الكهف أيضا فيه شك، يعني سنستعمل كشف المعادن في هذا الكهف وبجانب هذه الصخرة. والآن سنستعمل الكشف كي نثبت مكان الدفين بالضبط إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع. والآن سنحاول استعمال كشف المعادن في هذا المكان بالضبط. سنبحث أيضا في هذا الكهف الأول، ثم سنذهب إلى الكهف الثاني، ودائما تفحص الأرضية أمام الكهوف لأنها تكون بجانب هذه الأرضيات. هذا هو الكهف الثاني، نتفحص الأرضية أولا، ثم نتفحص الجدار أو الجدار، يعني انظروا إلى هذا اللون الأسود في هذه الكهوف، إنه لون رائع. لاحظوا معي هذه الصخرة، ربما يوجد شيء بجانبها. هنا هذه الصخور، لاحظوا معي، هذه من عوامل الطبيعة، الأكسدة التي تقع بين هذه الصخور، يعني هذا ما يسمى بالزفت، تطلقه الصخور عندما تكون الحرارة. لاحظوا معي، هنا رف وهنا رف وهنا أيضا رف آخر، يعني سنتفقد هذا المكان بالكامل. هذا المكان لاحظوا معي، هذه الثقبة إنها مثل ران، هنا أيضا توجد هذه الصخرة، وهنا زورن سماوي، لاحظوا معي إنه زورن سماوي. الآن سنقوم بفحص هذه الصخرة وبجانبها أيضا. لاحظوا معي هذه الصخرة، هنا هذا السيال، وهنا يوجد هذا الزرن، وهنا أيضا زرن آخر، يعني هذا المكان تكنيزي. سنحاول البحث بجانب هذه الصخرة أيضا، ربما نبحث بداخلها، أي ليس نبحث بداخلها، ربما يوجد شيء بداخلها. هنا سيال، واو، لاحظوا معي إنه صوت مرتفع،
الآن سنقوم بالحفر في هذا المكان، اللهم لك الحمد. لاحظوا معي هنا هذا السيال يسكب إلى هذا الجرم، وهذا الجرم به اتجاه، ها هو هذا اتجاهه، إن هذا الجرم اتجاهه هو هذا، يعني سنتتبع هذا الاتجاه. وهنا رن الكاشف، سنلاحظ أي إشارات تشير لنا إلى هذا قريبة من المكان الذي رن فيه الكاشف. الإشارة القريبة منه هذا ليس جرم حقيقي، إنه جرم من الطبيعة. هنا جرم حقيقي ولكنه بعيد تقريبا بخمسة عشر سنتيمتر على مكان الكاشف. هنا أيضا هنا جرن يبدو لي أنه حقيقي وبه سيال. لاحظوا معي هذا السيال، هذا هو السيال، يعني يسكب في هذا المكان. واو، إنه مكان جيد. والآن سنقوم بالحفر في هذا المكان إن شاء الله. والآن سنقوم بالحفر في هذا المكان. هنا لاحظوا معي، هنا جرن التثبيت على وجود شيء في هذا المكان. وهنا رن الكاشف، لاحظوا معي صوت الكاشف، إنه صوت مرتفع. هذا هو المكان. والآن سنقوم بالحفر في هذا المكان إن شاء الله. يا بسم الله، لاحظوا معي هناك ثقب وهذه صخرة. يا له من غطاء. أظن أنها أحد العقارب. إنها عنكبوت. إنها عنكبوت. يجب عليك أن لا تؤذي الحيوانات والحشرات. لاحظوا معي إنه طير الحكمة، انظروا إليه.
واو اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. ما حيض ما حيض. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. واو واو اللهم لك الحمد. واو واو اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. واو اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
اللهم لك الحمد. هذه هي حصيلة اليوم، إنها حصيلة اليوم. اللهم لك الحمد.